سيدي كيف استطاع أن يحكم البلد هذا؟ هو هل ادعى ملك ابدا من نفسهم؟ لو قالوا من آل بيت النبي جاء أكب وأقبلوا قال بيعوه، قاموا يبيعون من نفسهم. نعم عرفت الهوى مدعرا. هو الذي دعا حين أراد أن يضع الحجر الأساسي لهذه المدينة، دعا الله أن يجعلها دار علم. وأغلقت قلبي على من عداك. هذا مؤسس المدينة، وجاءوا بعده أولياء كثير في المدينة وصلحاء وعلماء ومصلحين، ما بقيت الدنيا فهذا النيات كانت.